أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأنا فتوى لفضيلتكم في صحيفة الوطن الصادرة يوم الاثنين الموافق 29 من شهر صفر من هذا العام بعنوان المرأة عورة بصوتها وصورتها. السؤال: هل هذه الفتوى صحيحة عنكم؟ وإذا كانت صحيحة فهل تأذن بنشرها للفائدة؟ لو هي ما هي صحيحة ما نشرت باسمي، أنا اللي كاتبها، أنا اللي كاتبها وأنا اللي مرسلها للصحيفة ردا على الذي قال إن وجه المرأة ليس بعورة وأنها ينبغي ظهورها في الفضائيات وكذا، اللي تعلمونه الكلام الذي تعلمونه أنا كتبت عليه الرد وأرسلته لهم ونشره. نعم، وإذا تريدون نشره ما في مانع، بس لا تعلقونه في المساجد. أنا أحرج أي واحد يأخذ فتوى ويعلقه في المسجد، المساجد ما هي محل تعليقات، هذه تحدث فتنة وشر. نعم.